حياكم الله اللي تتابعونا في اليوتيوب. راح نتكلم وياكم طول فترة شهر رمضان عن أبديت رمضانك، وهذه السنة راح نهديكم خطوات للنجاح على مواقع التواصل الاجتماعي. تشوفون أن معظمنا الآن يستخدم سناب شات وإنستغرام واليوتيوب وبيرسكوب وتويتر وفيسبوك وكثير من التطبيقات الموجودة. سؤالي لكم، شلون ممكن احنا ننجح على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث ان احنا نسوق لافكارنا لمشاريعنا؟ راح اكون معاكم ضيف خفيف على قلوبكم، اسمي عمار محمد، خبير مواقع التواصل الاجتماعي. احييكم فريق العمل في أبديت رمضان.